مشاهدي صوت بيروت انترناشونال. بنعود لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. بهذا الأثناء خرج الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين بعد لقائه استمر لأكثر من نصف ساعة مع رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. طبعا اليوم الرسائل الأمريكية تأتي بالتزامن مع كل التطورات التي تحصل في غزة وفي جنوب لبنان. سيكون هناك لقاء يعني من بعد اللقاء مع رئيس الحكومة من المقرر بأن يكون هناك اجتماع أيضا مع إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب، وسيكون هناك اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين أو المسؤولين السياسيين. طبعا بانتظار نعرف أكثر حول فحوى هذا الاجتماع وماذا تم البحث خلال هذا الاجتماع اللي جمع ميقاتي مع هوكشتاين. بدي أشير إلى أنه كان لا هوكشتاين كلام من بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال بأنه حضرته إلى لبنان اليوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا بلبنان وشعبه وخاصة في هذه الأيام الصعبة. نقدم تعازينا للضحايا المدنيين، وكان لي حوار جيد مع دولة رئيس مجلس النواب واستمعت لوجهة نظره حيال ما يجري، كما أطلعته على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد لما يحصل في غزة أن يتصاعد ولا تريد له أن يتمدد إلى لبنان. وختم هوكشتاين قائلا إن المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل. هذا ما ينص عليه القرار الأممي 1701، ولهذا صمم القرار. هذه كانت أبرز ما قاله هوكشتاين خلال من بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. نعرف اليوم بأنه اختير أموس هوكشتاين ليوصل هذه الرسائل من واشنطن إلى لبنان، مثل ما أن بالتزامن مع التطورات التي تحصل على صعيد التصعيد والصواريخ والقذائف التي تحصل في جنوب لبنان وبعد سقوط طبعا شهداء وضحايا مدنيين في جنوب لبنان. اليوم كل المساعي والاتصالات التي تجري في هذه المدة يعني من هذا الوقت بالتحديد، كل الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة كان قد جال على الدول العربية في الأيام الماضية، وكان الهدف من كل هذه الزيارة هي السعي لعدم تطور الاشتباكات اللي بتحصل بجنوب إلى وتشمل مناطق أخرى من لبنان. اليوم هذا المسعى اللي عم يأتي من خلاله الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين. بدي أشير إلى أنه أيضا سيكون النشاط زيارة هوكشتاين في لبنان سيستكملها عند الساعة 5 من بعد ظهر هذا اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب. هذا الموعد تم تأكيده. كمان بدنا نشير إلى أنه هذه الزيارة كانت بالنسبة للبنان وحتى المسؤولين اللبنانيين هي زيارة مفاجئة ساعات قليلة، يعني كانت عم تفصله لوصوله بالأمس علموا الرؤساء وتم تحديد المواعيد فور وصوله إلى لبنان على أن مثل ما قلنا يجري بعض الزيارات، وسيكون هناك لقاء مع قائد الجيش جوزيف عون، ومن بعدها سيغادر هوكشتاين لبنان. طبعا هذه هي الأجواء من هنا من السراي الحكومي. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق.